السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ انا مصطفى ودي قناة عيش السفر. وفي الفيديو دوت هتشوف ان شرم الشيخ مش بس بحر، في خروجات كتيرة بالليل ممكن تخرجها. تابع الفيديو الاخر عشان تشوف رحنا فين. وهنا كنا وصلنا للمكان الأول اللي هنزوره النهاردة، وهو السوق القديم بشرم الشيخ أو الأولد ماركت. ولو انت زي بتحب الاجواء الجبلية والكافي شوبس اللي بتكون موجودة في الجبل بالمناظر دي، فانصحكم جدا تقعد في اولد ايجيبت. اولد ايجيبت زي ما شفنا موجود في السوق القديم، في قعدات فوق في الجبل وفي تحت زي ما انتوا شايفين بتبقى على الشارع او على الممشى السياحي. ولو انت بتحب الكرة زيي وحابب تتفرج على الماتشات، فللأسف مفيش اماكن فوق فيها تلفزيونات، فهتضطر زي ما انا اضطريت وتنزل وتقعد تحت. وبعد ما تخلص قعدتك لازم تاخد لفة كبيرة في السوق القديم، ولازم تاخد صور قدام الجامع التحفة دوت. وهنا هسيبكم شوية مع اجواء السوق القديم التحفة. ولو بعد وانت هناك وحابب تاكل سي فود، فطبعا مطعم فارس غني عن التعريف، افضل واحسن الاوبشنز الموجود هناك. وهنا قررنا نخلص قعدتنا في السوق القديم ونطلع على طول على تاني مكان هنزوره النهاردة، وهو كافيه فرشة. طبعا كافيه فرشة مكان غني عن التعريف في شرم الشيخ. المكان طبعا مشهور بالانوار بتاعته ومشهور بديكوراته، وبرضه زي ما انا قلت لكم ان انا بحب الاجواء الجبليه، فهو عباره عن كافيه منحوت جوه جبل، حرفيا منحوت جوه جبل. وصلنا المكان وكان كالعاده زحمه طبعا، بس لقينا حاجه كويسه ان هم عملوا زي ويتنج اريا فوق وبتبقى عائليه لحد ما. طبعا معروف ان الكافيه فرشه كابلز بس المكان اللي فوق عائلي، ممكن لو معاك اطفال او معاك اي حاجه تقعد فوق مفيش اي مشكله، وبتشوف برضو الفيو اللي انت شايفه دوت، بتشرب الدرينكس بتاعتك وتعمل اللي انت عايزه وبتستمتع بالاجواء، وفيها نفس الديكور وكل حاجه.
وهنا قررنا ننزل نقعد شوية تحت ونتصور برضو ونشوف أماكن جديدة في الكافيه. وهنا خلاص جينا لآخر الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجبكم، ويعرفني لو انت في شرم الشيخ تحب تقعد فين، كافيه فرشة ولا في أولد إيجيبت في السوق القديم. شكرا.